دكتور عملية تبديل الصمام من أنحس العمليات بالعالم. نعم. المريض لازم من يدخل فاس العمليات يكون يعني صاحي 100%، إذا مو 100% 95%. فأنت والدتي يعني فيها سكر وضغط، يعني ما يصير تدخل عملية. صحيح صح. أكسجينها 70، شلون دخلها عملية؟ يعني كان المفروض تروحون على غير طبيب. يعني شوفي احنا اني ما استهين باطبائنا لا ابدا، ولكن يعني اللي متعارف عليه حاليا، مرات هذا نقول هذا الطبيب ناخذ منه معلومه، ونروح الى طبيب اخر ايضا ناخذ من عنده معلومه، الحين ما نتفق على المعلومات اللي ترضينا هالشكل. يعني شنو اللي ما خلاكم تروحون على طبيب اخر او مستشفى اخرى؟ والله هو والله العظيم سوى واحد في الوالدتي، والله امي تخاف من شكه الابره، سوى لها واحد قال لها حجيها خليك تشتغلين عماله، صادر عندي اطباء يقدرون 5 أيام بالمستشفى من اوروبا متدربني. نعم. وقالت له والله انا ما عندي مين اللي فلوس ورقمها دفع، قال لها والله هاي تكلفه العمليه، هو بس المخدر ياخذ 70 ورقه. الله يساعدكم. والله العظيم. الله يساعدكم. بس انا اريد من خلالكم ومن خلال قناتكم، والله بس اريد يعني ما اريد احد يتورط مثل امي، يصير ضحيه الي. الله يساعدكم. والله ان شاء الله آخر يطلع حقه. الدكتور اللي كان يشتغل ويا المقيم بالمستشفى ابن النفيس. نعم. قلت له انت ليش سويت بوالدتي؟ انت مو كنت ويا امي بالصاله العمليات؟ يقول لي هي هيك هيك ميته، واذا ماتت باستهزاء. بس انا اعرف مستشفى ابن النفيس اطبائها جيدين واختصاص قلبيه. هو طلع هو نفسي الدكتور اللي سوى عمليه لامي، هو طلع يشتغل بابن النفيس، كذب علينا. المستشفى جيدة. نعم. تترفيه في صيري يقول لي هي هيك هيك ميته؟ لا طبعا، يعني هذه الجمل ما يفترض ان تقال لاهل المريض ابدا. والله 16 يوم اخويا ما طلع من باب المستشفى، يبات بالمستشفى واحنا حالنا حال، والله ما اعرف شو اقول لك، بالشارع من الصبح لليل احنا نقعد، واخويا نهائيا ما اجى للبيت. نقول بس امل اكو امي تصير زينه، وش يقولون لنا على العلاج؟ نروح نشتري مليون. قمت دعوه؟ أنا دعوة إي والله لحد هسه يومية الدعوة، هسه لحد الآن الطبلة أخذوها من المستشفى. نعم. الله اللي يعلم ايش غيروا فيها، وباكر إن شاء الله تصعد للقاضي. نعم. وننتظر إن شاء الله الإجراءات تكون قانونية صحيحة، وإن شاء الله تكون تاخذون حق المرحومة، وإن شاء الله مثواها الجنة بإذنه تعالى. آمين يا رب. آمين. إن شاء الله. آمين. أريد أني والله صوتي يوصل حتى ما حد يتورط ويا هذا الدكتور.